السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، معكم مهندس أحمد. الدرس الرابع من دروس تعلم برنامج ماستر كام ديزاين 2018. في هذا الفيديو طبعا احنا درسنا كل عملية على حدة، هي عملية مسح الوجه وكذلك عملية الثقب. فخلي ندير العمليتين هما في خطوة واحدة، لأن هذا البرنامج يقوم لك بجميع العمليات اللي تبي تديرهم في مرة واحدة. فخلي اول شيء نمشوا للماشين ونديروا مل، فانا حنطبق لكم الخطوتين في خطوه واحده. مل ودير ديفولت باش انت ما تلخبطش، ديفولت. بعد ذلك كيف ما قلنا نضيفوا السماحيات. اول شيء نحدد المعدن بالكامل، حطك القيم بتاعته، هذا 85، هذا 105، وهذا 11. اهم شيء ال11 هي شنو المقصود بها؟ طبعا انت لما تختار الفرونت بلين، لاحظ ان اضفت 1 مليمتر، هو 10 انا اضفت له مليمتر لاني بدير مسح للوجه، فبدير مسح الوجه فضاف لك 1 مليمتر. هذه هي عبارة عن المادة الخام. كويس، نرجع الايزومتريك فيو. اول شيء شنو بنديره؟ بنديره احنا الفيس، نبغى نمسحه في الوجه، نختار هذا السطح وندير موافق. طبعا تأكد انك انت حاط على هذه على التشين ودير اوكي. بعد ذلك نمشوا للتول، نختاروا select from library tool filter، نختار شني؟ نختار الفيس ميل، نختار الفيس ميل وخلينا ناخده هذه ونديره موافق. بعد ذلك نمشي للهولدر، خليها زي ما هي متغير فيها شيء. cut parameter ديره زجزاج، هذه غيرها 0. depth of cut خليها هذه حوالي 4، وهذه 1، وهذه 0.25. بعد ذلك لينج بارامتر اللي هي قديش ينزل المسافه اللي بينزلها. احنا طبعا احنا درنا سماحيه 1 مليمتر، قاعد المعدن كل الماده الخام قاعد 11، فاحنا نبغى نحو مليمتر واحد باش نحصلوا عليه 10. فالنحو 1، اذا ندير سالب 1 ودير موافق. خلاص درت اول عمليه تمام. تو ندير ثاني عمليه اللي هي درل، اللي هي الثقب، ونختار الثقوب بعنايه مع عقارب الساعة ومع عكس عقارب الساعة بعناية، ما تلخبطش. وهذا كويس، حددت الثقوب، دير موافق، تمشي للتول، تختار select library tool. لاحظ ان حاط لي على شنو؟ حاط لي على الثقب اللي هو الثقب اللي هو درل، هذه الدرل اللي هي الثقب. طبعا احنا بنحو بقطر 8، اذا خليها 8 احنا لان الثقوب عندنا نبوهم ب 8 مليمتر دايمتر، ونديروا موافق ودير موافق. بعد ذلك تمشي للهولدر، خليها زي ما هي، ستوك دير يو ستوك، دير موافق. كت بارامتر خليه زي ما هي، تمشي لينك بارامتر. طبعا هنا الثقب لابد من نديروه قيمه كبيره شويه اكبر من 11، لان هو كل 11، فخلي نديروه ناقص 15 احسن شيء باش يكون بالوافي، ونديروا موافق. علاش؟ لان الشكل مدبب، الثقب يحسبوا لك 15، او يحسبوا لك لو كان ما غيرتش 15 كان درت ناقص 11، لو كان درت ناقص 11 معناها حينزل 11 ملم. لاحظوا ان هنا في مليمترات على هيئه شكل مدبب، فهذا هيحسبوا لك القيمه متاعه، فاحنا نديره بالزياده ناقص 15 ونديره موافق. خلاص حددت كل شيء. بعد ما خلاص درت العمليتين ندير select all operations، ندير select all و regenerate all، وندير verify select operation ونشوفه. خلي لها ما يقرا شويه. تو ندير بلاي ونشوف. اول شيء ندير مسح للوجه، مسح للوجه، بعدين يثقب الشكل متاعي. لاحظوا الاصفر هو عباره او حاجه نحالك 1 مليمتر، بعدين يثقب لك الشكل متاعك وقاعد شكل مناسب. درت عمليتين في عمليه واحده، لان هذا برنامج يدير لك كل عمليه مع عمليه واحده. فانا بعد الفيديو حنديروا كل عملية على حدة، بعدين نديروا العمليات كلها مع بعض. وهذا هو بالنسبة للدرس. على من لقاء بكم في درس قادم بعون الله تعالى. شكرا جزيلا على حسن السماع، والسلام عليكم ورحمة الله.